عثرت فرق الإنقاذ الروسية على جثث عدد من الضحايا وحقائب الركاب الذين كانوا على متن الطائرات العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الأسود، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، والتي أشارت إلى أنه لا وجود لأحياء على متن الطائرة المنكوبة. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحقيقا سيجرى للوقوف على أسباب الكارثة، فيما ستقوم الجهات المختصة بتقديم المساعدة لأسر الضحايا، معلنا أن الحداد الوطني سيقام غدا الاثنين على قتل الطائرة المنكوبة.